هي ليست فقط أول امرأة عربية تترأس مركزاً فكرياً، وإنما غدت رمزاً لما حققته سياسات بلدها الإمارات من نجاح في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها على جميع الأصعدة. إنها ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات. تراها اليوم في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الذي ينظمه مركزها، وقد استلت من الإصرار والمثابرة سلاحاً للتميز، وهي في حالة ترابط وتواصل مع ضيوف الملتقى من أطياف سياسية وأكاديمية جاءت من دول مختلفة حول العالم، ولها في هذا المقام كلام. إذا توفرت لديك رؤية وخارطة طريق وإيمان عميق بقدراتك، تستطيع أن تجتاز كل العقبات. كسرت الكتب حواجز التخصص لتنهل من كل بحر أكاديمي أو ثقافي أو سياسي، فأبحرت في مختلف الأنشطة وعرجت على قضايا المرأة دون إغفال المشاركة في رسم السياسات المستقبلية لبلدها الإمارات والمنطقة والعالم. وإن سألتها عن ملهمها أجابت: أولهم جدتي المرأة القوية، كانت امرأة قوية. أيضاً أستاذي في الجامعة الدكتور علي الدين هلال. مجالات متنوعة نهلت منها وأعطتها من خبرتها، فتولت مناصب عدة برصيد فكري زاخر رشحها لأن تحل ضيفة على العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وفي يدها تأشيرة عبور إلى تقدير وإعجاب الآخرين. الدكتور ابتسام فخر للإمارات وفخر للعرب، تطرح الحجج العلمية وراء الموقف بمنهجية لها قدر كبير من الاحترام. فالحقيقة سعيد معرفتي بالدكتورة ابتسام. متميزة، مبدعة، رصينة في عملها، أيضا تفكر بعقلانية قبل أن تعمل أي شيء. في رصيدها جوائز ريادية، وفي مخططاتها المستقبلية توليفة جديدة من الإنجازات والتحديات تدخل بها التاريخ كسيدة شاركت في لوحة ترسم تألقاً للمرأة الإماراتية والخليجية والعربية القادرة على ترك بصمتها أينما حلت وأينما تحدثت. إيمان نصار، العين الإخبارية، أبوظبي.